وللحديث عن بيان هيئة علماء المسلمين حول حرب الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، معنا الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بك دكتور عبد الحميد. بداية، لماذا يصر الاحتلال الصهيوني على تأكيد أن غاراته على قطاع غزة مختلفة عن سابقاتها وأنها تأتي ضمن عملية ذات أهداف معينة؟ كيف تنظر الهيئة لما يجري؟ نعم، حياكم الله، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. هذا ما أشرنا إليه في بياننا من رغبة الكيان الصهيوني في الترسيخ الانقسام في داخل المقاومة الفلسطينية. فهذا النفس الذي يطلقه اليوم الكيان الصهيوني، ولا سيما في تصريحاته التي يؤكد فيها على أن الهدف من هذا من هذه الاعتداءات هو جهة معينة، وهو يصرح بأنها ضد الجهاد الإسلامي في فلسطين، في حركة الجهاد المقصود، فإنه يشير بذلك كأنه يريد أن يقول أنه بقية المكونات المقاومة وبقية العناوين، عناوين المقاومة الفلسطينية، غير معنية بهذه الحرب، وهو بهذا يريد أن يرسخ هذا الانقسام. ولكن الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في ردها كما سمعنا فإنها تؤكد على أنها جسم واحد، وأنها لن تنخدع بأكذوبة التفرقة هذه وبخداع الذي التفرد بجهة بعد جهة أخرى. فالهدف هو فلسطين بكلها والشعب الفلسطيني بأجمعه. طب دكتور عبد الحميد، ما العلاقة باعتقادكم، ما العلاقة اليوم بين ما يجري في غزة وبين ملف المفاوضات النووية الإيرانية؟ هل من توضيح أكثر؟ يعني هنالك طبعا بعدين، بعد الملف النووي الإيراني، وهنالك أيضا الأزمة الداخلية في الكيان الصهيوني، الأزمة السياسية. وقد اعتاد الشعب الفلسطيني في الشق الثاني أنه مثل هذا التصعيد الذي يتخذه بعض ساسة الكيان الصهيوني للتغطية على فشلهم السياسي، ولتوحيد نوع من التوحيد، توحيد الشارع الصهيوني، الكيان الصهيوني، خلف بعض القيادات لتجاوز هذه الإخفاقات. مما ما يتعلق بالملف الدموي الإيراني، فإنه الكل يدرك أن إيران من خلال بعض مساعداتها لبعض القوى الفلسطينية المقاومة، فإنها تريد أن تقول أنها هي تتحكم بمثله بهذا الملف، وتتخذ هذا الأمر كورقة في على ملف في عفوا على مائدة مفاوضاتها مع الكيان، مع عفوا الاتحاد الأوروبي والعالم الغربي عموما، مع العالم فيما يتعلق بملفها النووي لتحقيق مكاسب. فهي تريد أن تقول هي قادرة وضاغطة ولها وجود في هذا الملف. طبعا تجدر الإشارة بأن الصور التي تعرض الآن هي من قطاع غزة وتصلنا بشكل مباشر. على أي حال، نواصل معك دكتور عبد الحميد في سؤال أخير، يعني إلى أي مدى أصبح مهما على المقاومة في غزة التعامل بشكل مختلف مع الشارع العربي في ظل محاولات زرع عدم الثقة بالمقاومة والقوى الفاعلة فيها؟ نعم، نحن كما أكدنا في هذا البيان بأن فلسطين والقضية الفلسطينية هي قضية الأمة، ولذلك حرص ويحرص العدو على تجزئة مشاكل عالمنا العربي لإشغال كل جهة عن بقية المشاكل العالم كله. ولذلك لابد من الانتباه بأن هذه القضية لن تنصر إلا بالأمة. فرغم أن أهل فلسطين هم المعنيون بدرجة أساسية باعتبار الاختصاص المكاني، لكن هذا الاختصاص المكاني لا يكون على حساب بقية قضايا الأمة. ولذلك يجب أن يكون التعامل مع هذه القضية كما في بقية القضايا من هذا المنطلق، منطلق الأمة الإسلامية الواحدة. لأن أعداءنا لا يفرقون في منهج استهدافهم واعتداءاتهم، ولذلك لا بد من هذا البعد في مراعاة جميع الجوانب سياسيا وفي جانب المقاومة ليتحقق النصر للجميع،
وفي كل المجالات، وعليه فلا بد من عدم التغافل أو التجاهل لما يحدث في بقية المناطق لا سيما المجاورة لفلسطين. فما القضية السورية ولا اليمنية ولا العراقية بمعزل عما يحدث في القدس وما يتعلق من اعتداءات من الكيان الصهيوني. الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لك.